إذن مشاهدينا إلى هذه النشرة الرياضية، حيث ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني في مدينة برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يخوض المنتخب لقاء ودي أمام ليبيريا الخميس القادم استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في 8 و11 من أكتوبر القادم. هذا وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك بسبب الإصابة. هذا واستأنف أيضا فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة بطل النيجر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم أمام فريق الغابة بملعب التتش بالجزيرة ضمن استعدادات الأحمر للارتباطات القادمة محليا وأفريقيا. اختتم فريق الكرة بنادي الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز الودي المقرر له يوم الخميس القادم بملعب الدفاع الجوي. هذا ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له في 16 من أكتوبر القادم في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بكينيا. هذا وتعادل فريق برايتون بصعوبة مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي، ليهدر بذلك الفريق فرصة تصدر جدول ترتيب البطولة لأول مرة خلال تاريخه خلال 120 عام. كما تقدم الأيفوري ويلفريد زاها لكريستال بالاس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم سجل اللاعب الفرنسي نيل موباي التعادل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وبهذه النتيجة وصل رصيد برايتون إلى النقطة 13 وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، بينما وصل رصيد بالاس إلى السادسة في المركز 15. يحل في 9 مساء اليوم ليفربول المحترف ضمن صفوف الدولي المصري محمد صلاح اليوم ضيفا على بورتو البرتغالي في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد وبورتو المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط. كما قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفريق ناقش طريقة الدفاع التي لعب بها خلال لقاء برينتفورد في الدوري والذي انتهى بالتعادل ب3 أهداف لمثلهما، مشيرا إلى أن بورتو فريق مختلف. يستقبل في 9 مساء اليوم ملعب حديقة الأمراء في باريس نهائي مبكر في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا والذي يجمع بين باريس باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. باريس صاحب الأرض والجمهور في المباراة سيريد تعويض السقوط في فخ التعادل بالجولة الأولى والخروج بنقاط المباراة كاملة لخطف المركز الأول من مانشستر سيتي. على الجانب الآخر يريد مانشستر سيتي تحقيق الحلم ومعانقة الكأس هذا العام بداية من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى. إلى جانب مباراتي ليفربول وبورتو وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 6 مباريات أخرى. ففي 7:45 مساء يستضيف أياكس أمستردام الهولندي فريق
بشكتاش التركي، كما يواجه انتر ميلان الإيطالي اختبارا صعبا خارج أرضه أمام شختار دونيستيك الأوكراني. في 9 مساء يستضيف لايبزيغ الألماني كلوب بروج البلجيكي، كما يستضيف بروسيا دورتموند الألماني سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويواجه أتلتيكو مدريد أي سي ميلان الإيطالي، بينما يواجه ريال مدريد فريق شريف تراسبول من مولدوفا، والذي حقق مفاجأة كبيرة بصعوده لدور المجموعات. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الرياضية.